طلع البدر علينا من سنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. أيها المبعوث فينا، جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة، مرحبا يا خير داع. مرحبا بكل تأكيد بخير داع. وبهذه الكلمات الراقية والجميلة استقبل أهل المدينة أهل يثرب المصطفى عليه أفضل الصلاة والتسليم، ونحن نستقبلكم مشاهدينا الأعزاء في موعدنا هذا لنتحدث ونتكلم عن هجرة المصطفى عليه أفضل الصلاة والتسليم. دائما أسعد الله كل أوقاتكم بالخير والبركات، وكل عام وكل من يتابعنا كل الأمة الإسلامية وكل شعب السوداني بخير وصحة وعافية، ونتمنى أن تنعاد دائما هذه الأيام بما فيه خير لمصلحة العباد والبلاد. مساء الخير ماريا، كل سنة طيبة. كل عام وانت بخير حسام. مرحبا بكل مشاهدي الاعزاء، ومرحبا بكل من يتابع دوما في الموعد. موعدنا اليوم مع محطات وتامل مختلف للسيره النبويه، قراءات جديده في عالم الهجره النبويه من خلال المعلومات والاستخبارات، من خلال التكتيك والتنظيم والصحبه والرفقه ودلالات المحبه والاستبشار، وبدايه جديدة لدعوة جديدة بشكل مختلف من الانفعال والتواصل ما بين كل أرض الحجاز عبر هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. أهلا بالجميع وأهلا بضيوفنا داخل الأستوديو معكم للحديث حول هذه المحاور المتعددة والمختلفة. مرحبا شيخنا سعد صديق، سعد مساك بالخير. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مساء الخير، ونسأل الله سبحانه وتعالى أنه يوفقنا دائما، يوفق الجميع ويفرق يمين على أمر هذه الغنى إلى ما فيه الخير والسداد، وأن يجتهدوا أن يجاهدوا في إرسال رسالة طيبة للمشاهد الكريم. أهلا مرحبا بك، مرحبا أيضا بالفنان والمادح صفوت الجيلي، مساء الخير عليك، وأسعدتنا ببداية الانطلاق بطلع البدر علينا من ثنيات الوداع. أهلا ومرحبا بكم ومساء الخير عليكم، تحية طيبة لكل الشعب السوداني ولكل الأمة الإسلامية بحلول العام الهجري الجديد. نتمنى أنه يكون عام خير ورفاه ونماء لكل المسلمين في كل الأنحاء، وأسعد جدا بأنه أكون معاكم، نقضي معاكم مع بعض إن شاء الله لحظات جميلة إن شاء الله. نعم، نحن أكثر سعادة يا صفوت، وكأنما هو عام جديد كل المبدعين في وطننا الحبيب السودان، يعني كل يوم انطلاقة وعودة كبيرة جدا، عشان ما يشوفوا كثير جدا من قيمنا ويرجعوا لكثير جدا من إذا كان القصائد أو الأنشودات الدينية المقنعة، ففيها رجعة كبيرة جدا وفيها انتعاش كده لكل النفوس. نعم أكيد، بالتأكيد هو يمكن العام يتجدد ولكل حصاده، يعني كل يعني مادح أو فنان أو مشتغل على الدعوة أو في أي منحة بيكون عنده أكيد حصاد عام كامل، فمن باب أولى إنه هو يقيف مع نفسه إنه يراجع ويرتب ماذا فعل في هذا العام المنصرف. خلينا نقول 1440 هي بداية عهد جديد لانطلاقات مختلفة لعهد مختلف مع الله سبحانه وتعالى في شتى الموضوعات. معك شيخنا شيخ سعادتي في بداية الحوار نتحدث عن الهجرة بتأملات مختلفة ودواعي جديدة، لكن لابد أولا أن نقف على بعض المعلومات التعريفية حول أسباب الهجرة ومكملات الهجرة، باعتبار الهجرة هي واحدة من أهم المحطات الرئيسية في حياة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، وقبلها البعثة والميلاد وغيرها من المواقف المختلفة. تفضل. نعم الحمد لله، في الحقيقة إنه الهجرة حد فاصل بين ما قبل ما قبل الهجرة وما بعد الهجرة، العهد المكي والعهد النبوي المدني. بنلقى إنه الهجرة زي ما أنت ذكرت مناسبة عظيمة مرت بالنبي صلى الله عليه وسلم، يمكن تكون من أعظم ما لقي النبي صلى الله عليه وسلم وأسعد ما لقي النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا مرت عليه لحظات ولادته، ونحن في ولادته في ميلاده
عندنا دروس كثيرة وعبر بناخذها من حياته. طبعا السيرة ذات الكلام فيها جميل، وبالذات سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم بيكون الكلام فيها أجمل، يعني ساعة وساعتين وثلاثة والإنسان يتكلم عنها. بعدين يمكن يكون حتى موضوع الهجرة يمكن يكون يدعاد مرات ومرات، يعني ما عنده مناسبة، يعني موضوعنا بتاع الهجرة ما عنده مناسبة، إلا كانت الهجرة في ربيع الأول، الهجرة كانت في ربيع الأول، والآن إحنا في شهر محرم. لكن نقول تاريخ الهجرة حدثه نعم سيدنا عمر بن الخطاب، فنحتفل ببداية عام جديد. نعم، عشان كده أنا بقولش إنه حياة النبي عليه الصلاة والسلام كلها تاريخ وكلها حقيقة، يعني مناسبات جميلة وطيبة، يعني ميلاده وبعد شوية جات البعثة في عمر نهس فيه 40 سنة عليه الصلاة والسلام، بعد شوية جاءه الإسراء والمعراج، بعد شوية جاته الهجرة ثم الوفاة. يعني لو جينا لأي مناسبة من المناسبات بنلقى فيها كثير من الدروس وكثير من العبر، ونحن بنحتاج لسيرة الرسول عليه الصلاة والسلام في حياتنا كلها. ومن الأشياء اللي مرت على الرسول عليه الصلاة والسلام الهجرة، وطبعا كان في مكة وجاته البعثة كما هو معلوم عمره 40 سنة، فمشى لورقة بن نوفل وكلمه، أخبر ورقة بن نوفل بما شاهد وحصل. ورقة بن نوفل رضي الله عنه أخبره بأنه حيخرجوك في أول ليلة من ليالي البعثة، في لحظة نزول الوحي على النبي عليه الصلاة والسلام، وهو جاء خايف من غار حراء وجاء لخديجة قال زملوني دسروني. في النهاية مشت بيه لورقة بن نوفل. أول خبر ورقة بن نوفل بعد ما أخبرت بعد تكلم معه وسمع القصة من أولها، قال له يعني سيخرجك قومك، يا ريتني كنت معاك كنت جزعا حينما يخرجك قومك، يعني له اللحظة اللي بتكون أنت فيها طالع يا ريتني كنت معاك وكنت أنا شاب فيها. طبعا زي ما يقول ليت الشباب يوما يعني فأخبر وفعل البشيب، فهو كان كبير قال أو مخرجهم، فقال نعم ما جاء يعني أحد مثل ما جئت به إلا وأخرجه. يعني تهيأ النبي عليه الصلاة والسلام من البداية إنه حيخرج، لكن 200 ما عرف النبي صلى الله عليه وسلم لحد في انتظار أمر الله سبحانه وتعالى. نعم هو يعلم إنه حيطلع من بلده، وكان ودلش الأمر المصبر النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا الأذية اللي لقاها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعني ما الإنسان ما بتخيله ولا بتوقع أصلا، يعني حاجة فوق الخيال، لكنه يعلم أن الله سبحانه وتعالى سيجعل له المخرج. وجاءت رسالة ثانية إنه أخبر بالهجرة وخففت عليه في صورة الإسراء، يعني نهاية صورة النحل تخبر الرسول عليه الصلاة والسلام بالصبر، واصبر وما صبرك إلا بالله. وهنا المناسبة إنه ضربنا عبد ياليل وأذوا النبي صلى الله عليه وسلم، القصة معروفة للمشي للطائف. فبعدها جاءت سورة الإسراء، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. المسجد الأقصى في بشارة هنا في مسجد غصي، ما دام في مسجد أقصى في غصي أنا أقرب منه، وما في أقرب من الزمن ذاك ما كان في المسجد الحرام ثم المسجد الأقصى. هذه بشارة خفية للنبي صلى الله عليه وسلم إنه وهو في همة إنه حيكون تبني لك مسجد، وده معناته هو في ضيق وفي عانة صلى الله عليه وسلم في تعب تجيه البشارة دي. حتى إنه بعد ذاك في سورة الإسراء ذاته الله سبحانه وتعالى أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم ويكاد الذين كفروا يعني يخبر ليخرجوك منها في الآية، نعم وإذا لا يلبسون خلافك إلا قليلا سنة من أرسلنا من قبلك من رسلنا. يعني الله عز وجل أخبره قال لي جماعة دل حيخرجوك وحيطلعوك من بلدك بعد ذا خلاص، لكن لو طلعوا لو أنت طلعت ثاني ما في عمار بالنسبة لهم، ما عندهم عمار ثاني، ناس أبو جهل وناس أبو لهب وناس أبو سفيان رضي الله عنه بعد ذاك أسلم. يعني مكة بعد الحاجة الفئة دي أنت مولود فيها ودي بلدك وحب البقاع ليك أنت وحب البقاع إنديان يعني عند الله سبحانه وتعالى، الناس زي اللي أخرجوك ثاني بعد ذا حاجة راجع. هنا بشارة مش بالهجرة كمان، بشارة بأنه يرجع تاني مكة لفتح مكة. إذن البشارة الأولى كأنما تأكيد يعني لناقة النبي صلى الله عليه وسلم القصوى لما قال دعوها فإنها مأمورة، الحديث عن المسجد النبوي باعتبار أنه كان يعلم أنه حيكون في مسجد باعتبار المسجد الأقصى الذي ذكرت، والبشارة الثانية بفتح مكة أيضا. نعم هو حقيقة يعني دائما البشارات بتيجي النبي صلى الله عليه وسلم خفية،
ويعلمه هو صلى الله عليه وسلم من استنباطه لكتاب الله عز وجل. وصحيح الناقة مأمورة، مع أنه هو الناقة في نفسها كانت عادية يعني. ومشى لأبو بكر الصديق في النهار وكلموا الناقة حقته هو، حقت أبو بكر الصديق، ودفع النبي صلى الله عليه وسلم حق الأجرة يعني. هو دار شيله مجانا، لكن هو قال لا، إلا يدفع حقها. وساقوا معاهم يعني رجل من عارف المكان، عارف الطريق، وده يدل على أنك تكون عندك خرطة. هسه الآن أنتم شغالين بالموبايلات مش كده، بس تتصل على أي واحد من ناس العربات توريه وتقول له أنا في المكان الفلاني، عارفه يقول لك أنا جايكم بيتكم في شارع الفلاني. طيب لو نتكلم عن الخرطة للهجرة النبوية مهمة. دي برضو خلينا نأخذها بالصفة أكثر، نتكلم فيها عن بيت سيدنا أبو بكر الصديق، باعتبار أنه سيدنا أبو بكر الصديق كان هو الصاحب. ونتكلم عن يعني عامر بن فهيرة اللي كان بيمسح آثار المشي لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. ونتكلم عن برضو ابن أريقط، باعتبار أنه هو المشرك الوحيد اللي كان مشارك في الهجرة من خلال الدليل لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ولسيدنا أبو بكر الصديق. نعم، هو طبعا دي واحدة من الدروس، يعني من الدروس والعبرة المهمة قبل الهجرة، التكتيك والتخطيط والسرية والمشاورة ويعني الشورى والاجتماع ودراسة زي ما يقول دراسة الجدول، أي موضوع لازم ماشيين عليه. ويعني هو قبل ما يهاجر جاء الخبر بالنهار، مشي لأبو بكر الصديق بأخبره يعني، وده يدل على إن المسألة فيها سرية. وأي موضوع الناس ما يشتغلوا هو بسرية بيضيع عليهم. وما كان بقى من الصحابة كثير يعني، الصحابة ما فضل منهم كثير، لأنه أصلا قبيل أخبرهم بأنهم أريدوا دار هجرتكم، وأخبرهم بأنها منطقة فيها نخل، مع أنه مر عليها هو صغير عليه الصلاة والسلام. طبعا برضه شاف لأنه جاي ما خيلانه هناك بن النجار أيوة هناك. نعم، وما شافه ما شاف المدينة ذاته، شافه هو صغير وساقته أمه، والحقيقة بلده هناك أصلا. فكأن في الإسراء جاء مر عن بلده بل أرحامه، هو مر من الإسراء إلى بيت المقدس في نفس الاتجاه، ومشى مع أمه لنفس المنطقة يعني، عشان بعدين إنه تكون شنو شيء معروفة بالنسبة له وهو صغير. وجاء راجع طبعا أمه مات عليه في الطريق، القصة معروفة. فكلموا بكر الأسرة كلها تتكتم السير يعني. نحن نلقى الآن الواحد لو كلم مرته في حاجة معليش يعني طلع السير طوال، قال لي أول الأسبوع الجاي دارين نبني، هي طوال تكلم الناس والله، قال لي دارين نبني، وقال حبل له وطين وبرندتين زيادة من عندها، لكن تكتمت الأسرة كلها. أم رومان وعايش، حتى عايشة رضي الله عنها لقت لها صفعة، لقت لها كف من أبي جهل يعني، بالسبب شنو؟ لأنها كتمت السير. أين ذهب رسول الله؟ أين ذهب محمد؟ ما هي ذاتها ما عارفة مشت وين، ما كلمون، ما عارف من البشر إلا الرسول عليه الصلاة والسلام وبكر الصديق. ماشيين على وين؟ ما عارفين يعني، حتى أبو بكر ما عارف الاتجاه على وين لحد ما يوجه النبي صلى الله عليه وسلم. وصحيح قصة يعني أسماء بنت أبو بكر، ما هي قصة معلومة إنها ذات النطاقين، ذات النطاقين نعم، وقصة مشهورة. فبتلقى إن يعني السيرة أو الهجرة مشتركين فيها الرجال والنساء، كبار وصغار. نعم، في كثير جدا من الشخصيات نحن محتاجين نجيب عليها أكثر، ونوع من النظر فيها وفي مشاركات الفاعلة جدا من خلال السيرة العطرة ومن خلال هجرة المصطفى عليه الصلاة والتسليم. وعاوز أعود مرة ثانية للأسباب ونكمل أسباب الهجرة يعني بعد الضيق والضنك اللي لقاه من المشركين ومن قريش. في أسباب كثيرة جدا ممكن النظر فيها، وممكن نوع من النظر فيها نتكلم فيها إن شاء الله، لكن استأذنك و نمشي مع صف ونشوف الإنشاد الديني في حب المصطفى عليه الصلاة والسلام. نعم، أنا حختار لكم للنبي سيد هوازن صلوات الكون توازن، وهي يمكن متواترة مع نفس الصياغ بتاع الهجرة كده. تفضل. للنبي سيد هوازن صلوات الكون توازن، للنبي سيد هوازن صلوات الكون توازن، يا من أرزاق نوازن أملى بين نور جوازن، صلوات الكون توازن، قاسم أرزاقنا خازن، قاسم
أرزاقنا خازن في السماء جوا المخازن صلوات الكون توازن وللنبي سيد هوازن صلوات الكون توازن سن بالنور حجاز يوم سر للسبع جاز صلوات الكون توازن سن بالنور حجاز يوم سر للسبع أجاز صلوات الكون توازن والحقيقة مجاز والحقيقة مجاز والحقيقة مجاز وحي نفوس نواجاز صلوات للكون دواز للنبي سيد هوازن وازن صلوات الكون توازن صل يا خالق البرية صل يا خالق البرية على زوجة الخيبرية صلوات للكون توازن البرايتة في البرية البرايتة في البرية عليه من الشربرية صلوات للكون توازن وللنبي سيد هوازن صلوات للكون توازن للنبي سيد هوازن صلوات للكون توازن صلوات الله يبارك الصلوات والتسليم شكرا صفات مرة ثانية الله يخليك وإن شاء الله حنتواصل بمدحل مصطفى المعظم عليه أفضل الصلوات والتسليم شيخ ساتي سألنا عن الأسباب وكثير جدا من النقاط كما ذكرت يمكن النظر فيها يمكن أن نتحدث عن طبيعة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى والتي يعني أحدثت فيها الهجرة النبوية الشريفة تغيير كبير جدا هو نعم يعني طبيعة رسالة النبي صلى الله عليه وسلم رسالة شاملة ورسالة مكتملة يعني زي ما أخبروا عن نبي الله موسى عليه السلام كانت دعوته دعوة جلال ودعوة نبي الله عيسى عليه السلام دعوة جمال ودعوة النبي صلى الله عليه وسلم دعوة كمال يعني جلال وجمال وكمال نعم حقيقة يعني ودائما الحق معادة إلا من رحم الله سبحانه وتعالى ومن شخصية قوية كشخصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عرف بصدقه وعرف بأمانته وكان بيرجعوا له في كل الأحوال يعني هم براهم يعني معترفين مشاكلهم بحلها هي مشاكل اجتماعية اقتصادية مع أنه كان في بيت فقير عليه الصلاة والسلام مما ولد فقيرا وعاش حياة فقيرة لكن ما كان بيمشوا له هو سيد حقيقة يعني هو سيد قبل ما تجيه الرسالة وبعد ما جاءت الرسالة وهو يعني معروف ومكانه السياسي فجبي دعوة حقيقة صافية ودعوة نقية هم ما دارينها هم طبعا عايزين يلعبوا عليه كيفهم يدفن البيت حية ويشربوا الخمور ويشركوا بالله سبحانه وتعالى وعايزين الأصنام تكون موجودة عايزين السرقات عايزين قبيلة تعتدي على قبيلة عايزين الهجوم عايزين حياة الهمبتة ودي النبي ما عنده عليه الصلاة والسلام حياته حياة السلام حياته حياة أمن دي واحدة من الأسباب يعني هم ضيقوا عليه لأنه ما دايرين دعوته تنتشر وما دايرين سماحة الإسلام الناس يعرفوها دي واحدة المسألة الثانية أراد الله سبحانه وتعالى بأن يخرج من مكة عشان يوسع دائرة الدعوة في المدينة والمدينة معروفة برضه كان فيها حرب يعني شغالة 40 عام معروفة بين الأوس والخزرج فأراد الله سبحانه وتعالى تكون الدعوة موسعة للمدينة المنورة شوف لو ما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم ومات النبي عليه الصلاة والسلام في مكة ما كانت في مدينة مشكلة يعني هسه المدينة الآن الناس كلهم معروف يحبوها المدينة صحيح. المنورة استقبلت النبي صلى الله عليه وسلم
بقلوب الصحابة وبأراضيهم وبأموالهم. فلو بيجوا أصلا بيجوا في مكة كانت الدائرة تكون ضيقة، لكن توسعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لسبب، يعني هو من الأسباب أراد الله عز وجل يكون هنالك توسعة. أراد الله عز وجل أن يخبر الناس إنك إذا كان أنت في منطقة فيها ضيق وفيها أذى ما قادر تقوم بحقوق أمش منها، أطلع الله سبحانه وتعالى بيجعل لك المخرج إن شاء الله. الله سبحانه وتعالى جعل له المخرج يعني من قبل الهجرة بالإسراء، يعني الله قال له إذا كان كأنه في معنى الآية إذا أهل الأرض من البشر أبوك تعال الملائكة تستقبلك، تعال السماوات مفتوحة لك كلها، سبع سماوات أمش فوق شوف سدرة المنتهى، أمش شوف فوق شوف الجنة، أمش تحال لي أنا أتكلم معك وخاطبك من غير ملك، تعال لي فوق. ومشى حقيقة يعني فأسس له بعد ذاك البسرة بتاعت الصلاة، يعني من ثلاث صلوات كانت رقعتين رقعتين بقت لخمس صلوات كما هو معلومة، لأنه يعني أصلا كانت في صلاة، يعني الصلاة عدلت في ليلة الإسراء والمعراج، ما فرضت ليلة الإسراء والمعراج. فكان الله سبحانه وتعالى يعني يقول لي رسوله صلى الله عليه وسلم انت وناسك معك ارض الله واسعه، عشان كده كان في هجرتين في الاول للحبشه، حبشه ديارنا مش كده؟ ايوه عشان دي بلادنا، يعني ما الحبشه دي اما شرق السودان منطقه الشرق واما السودان ذاته عموما، لانه اقرب طريق يمكن هاجروا فيه ليمشوا ويطلعوا برا ما في طريق غير جده، يطلبوا عن طريق سواكي، لو مشوا عن طريق اليمن ولو مشوا اي اتجاه ثاني البحر واسع. الجهه دي من قديم الزمان هي منطقه بتاعت مخرج، لا لو نمشوا جو هنا، يعني كانت الهجره الاولى هنا، جاء تخيل انه عثمان بن عفان ومعه زوجته بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وهو اخرجهم وطلعهم وكلمهم قال لهم امشوا للحبشه فيها ملك لا يظلم عنده حد، يعني هم خرجوا عشان الظلم عليهم، واي شخص يكون مظلوم يعلم انه الله سبحانه وتعالى ما ينصره. آه ينصره. خلينا برضو ناخذ إضاءات حول الهجرة. يعني نقف إنه إذا أخذنا منطقة الحجاز بكلياتها باعتبار العرب وانتشارهم في قريش، فبنلقى مثلا سيدنا جعفر ابن سيدنا جعفر عم النبي عليه الصلاة والسلام اللي كان موجود في الحبشة قاعد فيها 17 سنة، ولما رجع في خيبر. فكأنما الحديث عن المنطقة إنه سيدنا النبي بيقفل استخباراتيا المكان لقريش لما تتقفل عليهم بهنا على الحبشة وبهناك كده على الشام واليمن، فبتبقى قريش محصورة في منطقة معينة، ده دليل استخباراتي برضو خلينا نقول بعد قائد لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. وإضافة للحديث لسيدنا علي بن أبي طالب لما خلاه برضو لأنه المشركين هم عارفين سيدنا النبي إنه ده الأمين الصادق، فخلاه يبيت في عشان عنده أمانات ترجعها، وبعد هم ما عايزينه. يعني هو طلع ما طلع النبي صلى الله عليه وسلم خايف، يعني النبي عليه الصلاة والسلام ما بقوله زي الناس الباقين طلع حارب، صح؟ لا، وإنما طلع بشجاعة، وإلا كان خلى الصحابة كلهم معه، يعني كان الصحابة خلاهم حواليه ومشى وسطهم، وده يدل على إنه النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج خطط لكل واحد يديه حقه، إذا كان علي بن أبي طالب يخليه في فراشه عشان يرجع نعم للناس حاجاتهم، عشان ما يقولوا الله محمد هذا رسولكم عليه الصلاة والسلام، هذا الصادق الأمين، أيوه، عشان ما يقولوا أنت قلت غير صادق وشال حقنا وفات، وهم اللي بيقولوا ذاتهم وهم نعم هم قالوا أصلا فوق بيل قالوا أنه غيره ما في زول قال صادق الأمين، هم ذاتهم المشركين مش كده، وقالوا ألد الأعداء ليهم، يعني قال أبو لهب من الناس اللي قالوها. فصحيح انه يرسل هنا، طبعا اليمن كانت معروفه بضيق على القرشيين، وهنا منطقه الحبشه وهنالك منطقه الشام، حقيقه اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يضيق الخناق على اهل مكه، لانه هو اصلا ما قاصد انه يعاقب الرسول عليه الصلاه والسلام، ما رجل منتقم، يعني ما رجل تشفي، والا زي ما انا قلت كان ممكن يكون معه الصحابه كلهم يخليهم، بل من أشجع الصحابة من سافر وهاجر زي عمر بن الخطاب وزي عثمان بن عفان، طبعا مشى الحبشة بنلقاهم أغلبهم معاه، يعني كان ممكن يكونوا بجواره، لكن لأن الرسول ما داير دماء والرسول ما داير قتل، ودي من الدروس المستفيدة من الهجرة، يعني كمسلمين مفترض نستفيد من الحته دي برضه، العمل بالاسباب لربما باعتبار البشريه واحتياجاتها والتفكير والترتيب لها. يعني هو مشى، يعني شوفي مشى بدل ما يمشي اتجاه طوالي مدينه الاتجاه الشمالي، ايوه تمويه، ايوه تمويه، مشى جنوب مشى جنوب مشى جنوب وصور في الجنوب،
ومكث فيه 3 ليالي، وطبعا طلع في 28 من ربيع الأول، ومكث 3 ليالي حتى خرج، ولما خرج ما طلع طوالي بيجيب نفس اتجاهه، لا مش عن طريق الساحل، مش معناته ما تقول الله أنا قوي ما خايف من زول، ما إنه كان ربنا ممكن يسخر كل الحاجات الفجأة من هنا من مكة للمدينة، خطوه في مكة وخطوه في المدينة، أيوة صح، خط رجله في مكة والمدينة، يعني حتى هو ما كان يعرف ما شافه، يعني ما بيذكره لحد ما ساق معه، وهذا رجل مشرك لكن كان أمين، يعني حتى الله سخر له حتى المشركين، حتى هو هذا مشرك ما غدر برسول الله صلى الله عليه وسلم، وجوه مشركين تاني بقيادة أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وكان معه 70 شخص شارين حراب، ونعرفوا إنه ده اتجاهه ماشي عليه، وفي النهاية إنه يعني أسلموا جميعا، لأنه هم تلاقوني بالحراب وهم 3، قال لهم خليكم في مكانكم لأبو بكر وعبد الله بن رجل، وما شالوا هم استقبلهم، لقوا الشجاعة دي ممكن تكون في شخص عادي، فعدك أسلموا ورجع أبو هريرة تاني لحد ما جاءوا بعدك في السنة السادسة من الهجرة. فبنقول إنه حقيقة الهجرة في نفسها شغل تكتيكي وشغل تخطيطي وشغل بتاع سرية، يعني الهجرة القادة والرؤساء والحكام يأخذوا منها، يأخذوا من منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، كده يتمون في الحرب، نعم الكذب في الحرب، دارين نحارب وين؟ جهة في الشمال ولا نحارب جهة في الجنوب، كده الكذب من الكذب المباح 3، مش كده؟ برضو الترتيب والتنسيق خلينا نقول من قبل مواعيد الهجرة ب3 أعوام، يعني الحجاج اللي كانوا بيجوا من المدينة المكة كان سيد النبي صلى الله عليه وسلم بيدعوهم للإسلام، فبنتكلم عن سعد بن زرارة، بنتكلم عن يعني 6 من الأنصار، نعم، والسنة البعدية 6 جابوا 12، وال 12 السنة البعدية جابوا 72، نعم، فلما مشوا كلهم للمدينة المنورة كأنما هم منتظرين بس 200 يجي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وحقيقة يعني بعدين الكلام ده كان في الحج، وده بعض العلماء قالوا إنه الرسول عليه الصلاة والسلام ما حج حجة واحدة، إذا كان بيعت العقبة، ما العقبة دي ياها الآن جمرة العقبة، نفس المنطقة اللي فيها جمرة العقبة يا أول حصل فيها اللقاء وحصل فيها حصلت فيها البيعة، فده بنقول إنه يعني صحيح ما هون جو من برا، وأهل مكة أبوه دعاهم، أهل مكة عارفينه كذبوه، البرة من شافوا لهجة لسانه وشافوا فصاحته وشافوا أمانته دعاهم فأسلموا، صحيح مشوا بعدها مشوا كلموا أهلهم وجوا تاني زي ما أنت ذكرتي في المرة الجاية، وجابوا معهم مجموعة من حتى جابوا معهم النساء ورجعوا تاني وجوا كم نفر، وبعدين بايعوا البيعة الأخيرة إنه يمشوا يستقبلوا فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، بنلقى إنه قالوا حتى حج النبي عليه الصلاة والسلام، يعني ما جاء العقبة ساكن وإنما جاء حج، لكن المعروف عنه تاريخيا إنه ما له حجة مرة واحدة عليه الصلاة والسلام، وهي حجة الوداع، لكن ده نقول إنه الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان عنده يأس، يعني هسه مرات الواحد فينا يكون مستعجل يقول زول بصلي ما بصلي، أصل رحمك يقول لك ما بصلي رحمي، طوال يقول إن شاء الله عنك ما صليت وعنك ما أنا ما أنا مرسول لك، لكن يعني نشوف صبر الرسول عليه الصلاة والسلام، صبره عليه الصلاة والسلام، والناس مضايقين عليه وفكره وزكاه صلى الله عليه وسلم، يلقى له مجموعة وربنا يهيئ له 6 ديل يسلموا في نفس اللحظة، يسلموا في نفس اللحظة، يعني ما غيروا ولا بدلوا، بعد ذاك مشوا كلموا أهلهم تاني زي ما هو بالزعامة سعد وغيره، ويسلموا يجوا الأسبوع المرة الجاية العام القادم يجوا معهم ناس تانين، وانظروا لهذه المسألة 6، يعني السنة كاملة والناس في سرية ولحد ما بايعوا، كلمونا الشيطان، الشيطان نادى في الناس، أيوة الجن اللي قال من أيوة السماء، قال إنه محمد يبايعوا والجماعة قال لهم كده، لكن ما في زول شوف معنهم مشركين جو، لكن وديل أسلموا كانت السرية، المفترض تكون الآن الشغل عند المسلمين جانب السرية جانب مهم، جانب السرية جانب مهم، وده ناخده نحن بناخد في دروس عبارة، لأن القضية ما قضيت عام هجري مثلا أو احتفال بيوم مثلا أو إجازة يوم، لا لا هو زي ما قلنا هو منهج متكامل لحياة الناس. نعم. عفوا حسن، لكن لو سمحت لي يعني في بعض المواد التي أعددناها من خلال هذه الحلقة. ما مشكلة. ما ذكرت عن الحديث الشيطان والجن الذي ذكر من السماء الصوت. يعني ذكر ابن هشام فقال
ثم قالت انصرفوا فمكثنا 3 ليال. والصوت يقول من أعلى مكة: جزى الله رب الناس خير جزائه، رفيقي حلا خيمتي أم معبدي، هما نزلا بالبر ثم تروحا، فأفلح من أمسى رفيق محمدي، ليهنأ بنو كعب مكان فتاتهم ومقعدها للمؤمنين بمرصدي. لكن ده شيطان ثاني، ده ما شيطان، ده جني. ده جن ثاني يبقى كان في عدد من الأصوات. أي لا، ده كان الأول، ده ما بعد ما خرج. ده لما وصلوا من معبد؟ ما ركوا، بعد ما طلع وصل خيمة أم معبد. نعم، اتكلمت هو عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ده تكلم عنهم في وهم مجتمعين. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لهم في البيعة. نعم، في نعم في نفس العقبة. يعني الآن هم اجتمعوا والموضوع سري، فهم عرفوا من عن طريق الشيطان. وحتى أنا من جون بعد ذلك تفرغوا وما عرفوا منه، مشوا وسط الناس لكن ده شنو ده نداء تاني، ده في الهجرة. يعني أنت الكلام ده بتغدري لي موضوع آخر، وهو إنه حتى الجن في حماية رسول الله صلى الله عليه وسلم، زي ما مرة يعني. أيوه. الجن، الحجر، الشجر، حتى السحاب، حتى الحيوانات، يعني كلها كانت. هو ده محور يمكن انه ناويين نتكلم عنه بتفصيل او بشيء من التفصيل، حديث عن المعجزات اللي حدثت في الهجره بصوره عامه، بدايه من يعني خروج النبي صلى الله عليه وسلم من مرقد، وكل اللي كانوا موجودين امام الباب ما راوه، وصولا الى اخر المعجزات. لكن نعود مره اخرى يا صوفت، ويعني عام من الأمل ذكرنا، طريق جديد وتحديات كبيرة جدا، ربما يعني تكون هناك نظرات جديدة من خلال العام الجديد. إحنا مع مدح المصطفى أيضا والإرشاد الديني والحديث أيضا نتواصل. نعم، أنا حقدم مدحة للشيخ الشيخ طابت اللي هو الشيخ عبد المحمود وشيخ هاشم، شيخ هاشم، شيخ نعم هاشم. هي الله 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 محلى رسول الله 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 محلى رسول الله 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 لو مت ما بنساك يا صفوة الخلق يا قبلة النساك من سره الأبهى مولى الأنام كساك من سره الأبهى مولى الأنام كساك لا غرو ننهج بك كونك حبيب الله 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 محلى رسول الله حبك سكن قلبي رب العباد يعلم من فاه ذكرك حق أعضايتي تألم عجبا زوي العهد مسك لهم إبراه للعهد مسك لهم إبراه فتحت لك الجنات وسمت بك الله 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 محلى رسول الله خصاك بالمعراج وشفعته الكبرى الحوض والتأييد واللنوى الجبرى عجبا زوي العهد مسك لهم يبرى زمن زوي العهد مسك لهم يبرى فتحت لك الجنات وسمت بك الملا الله 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 رسول الله رضي الله عن صحبك
الزاوروك جمعا لله لا نيا كلا ولا سمعا وترى الغلوب يضرب حين برقهم لمعا وترى الغروب يضرب حين برقهم لمعا وترى الغلوب يضرب حين برقهم لمعا وترى الغلوب يضرب حين برقهم لمعا وهم لله أصحاب الهدى زلا الله 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 محلى رسول الله من طابتي ناداك هاشم أسير هواك جنبه من الهول من كونه بيهواك وبآله أكرم والمسلمين في حواك بآله أكرم والمسلمين في حواك من فتنة الدارين وكرم لهم نزلاك الله 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 محلى رسول الله ما حي على الداعي أو ما بدا لي صباح أو كوكب الإشراق أغنى عني المصباح أو ما النسيم سرى يا فالغ الإصباح أو ما النسيم سرى يا فالغ الإصباح سلي وسلم يوت على خير خالق الله 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 محلى رسول الله وسلم على أشرف خلق الله أجمعين قائد الغور الميامين. شكرا صفوت مرة ثانية. شكرا أيضا مريم. شكرا. شخصيات تتواصل وعما سألت المعجزات اللي مرت بهذه المرحلة كثير جدا من المعجزات منها ما حكى ومنها ما خفى يعني. وحقيقة طبعا حياة النبي عليه الصلاة والسلام كلها معجزات لكن عندنا المناسبة طبعا أنه معجزاته كثيرة صلى الله عليه وسلم لكن بعض المعجزات اللي حصلت له لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ما حكي كمعجزة وفيها كما حكي كثيرة. نعم. إنه يمشي النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الغار وطبعا الغار معروف بأنه عالي شوية حسا بيسموه طبعا هو في غار ثور طبعا ما هو غار حراء. نعم. وحسا طبعا غار حراء هو جبل النور. خرج النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة وقبل ما يطلع طبعا الناس حواليه شجعان يعني عاملين فيها رجال يعني وحاطوا ببيت النبي صلى الله عليه وسلم عملوا فيها زي يقول هذا مفتحين وجابوا من كل قبيله ايوه من كل قبيله عايزين مفتحين صاحينهم مفتحين والمؤمن وحاله صاحين مره فوق النبي صلى الله عليه وسلم مرق بالباب ما جابوا خبره دي من اكبر المعجزات انه يشيل التراب كمان يكب على كل على راس كل واحد تراب حفنا من التراب وهم يعينوا لحد ما يخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهم واقفين يعني 11 شاب تقريبا من 40 قبيلة طبعا وده بأمر الشيطان الشيطان هو قال لهم اقتلوه وفرقوا دمه بين القبائل يعني ما في قبيلة حتى يقول الله يعني قالوا أهله يقول الله القبيلة الفلانية تدفع لنا دينية دي لا أبدا 40 قبيلة وجابوا الناس اللي عينهم حارة والناس المفتحين والناس الصاحين وهم في حقة نفسهم يعلموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم محفوظ معرفين متأكدين لكن مستكبرين شوف يعني مع البيت صغير يعني هو ما بيت كبير يعني فيه النبي صلى الله عليه وسلم شايلين سيوفه منتظرينه ينوم هو أصلا أنت جاي واقف نايم ولا صاحي ما أنت حقوق 11 نفر وهو نفر واحد ليه تنتظروا لحد ما ينوم لأنهم عارفينه شجاع وعارفينه قوي حاطوه بيه وكب على رسم التراب و وجعل قرعه الله سبحانه وتعالى وجعلنا بين أيديهم سدهم بخلفهم سدهم فخشيناهم فهم لا يبصرون
نعم حقيقة ما بتشوف العين لكن بيشوف القلب مش كده؟ نعم هم قلوب من برا يعني ما مع النبي صلى الله عليه وسلم طلع منهم النبي عليه الصلاة والسلام دخل في الغار والغار طبعا بيحكوا عنه الناس في السيرة طبعا في أشياء خطافية صحيح نحن حنسمع أكثر إن شاء الله وحنشوف مع بعض أكثر من الحكاوي في الغار وما بعدها من المعجزات حنتواصل معك شيخ ساتي وأيضا صفوت ومع كل مشاهدينا الأعزاء في هجرة المصطفى المعظم عليه أفضل الصلاة والتسليم يدوم ويزدان التواصل بكم دائما بعد الفاصل. أهلا بكم مشاهدينا ومرحبا بكل من انضم إلينا من خلال هذا اللقاء في الموعد. موعدنا يمتد معكم لساعة ثانية بإذن الله تعالى بمحطات من التأمل والوقفات في قراءات على دفتر السيرة النبوية عبر بوابة الهجرة النبوية الشريفة. نرحب بكم من جديد ونرحب أيضا بضيوفنا داخل الأستوديو مرة ثانية شيخ ساتي صديق والفنان المادح صفوة الجيلي. أهلا بكم حسام نستكمل ما بدأناه من الحديث. كل تأكيد نستكمل المعجزات لكن قبل كده نحن كنا بنتناقش يمكن مع صفوة في أثناء الفاصل قبل أن نجي مرة ثانية على الهواء وكثير جدا من الشباب يمكن يا صفوة يعني ينظروا لهذه الدروس المستفادة وهذه العبر ويستفيدوا منها كمان. أكيد ما في شك الرحلة يمكن هي نماذج وأمثلة واضحة لحقائق مهمة جدا في حياة الإنسان. فيعني ما ذكره الشيخ ساتي ربنا يديه العافية إنه يعني في محطات كثيرة جدا من خلال الهجرة والرحلة بتاعت الهجرة. المغزى والمضمون من تفاصيل الرحلة في هذا اليوم هو التذكير، لكن الدروس والعبر المستفادة هي الحقيقة المفروض ان احنا نقوم نتمسك بها ونهتدي على هديها. بالإضافة لأنه يعني فحوى المعجزات اللي حصلت في الرحلة هي انا اتخيل لي هي أمثلة واضحة على يعني على عظمة المصطفى صلى الله عليه وسلم، على صبره، على جلده في 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 انه هو يوصل الرسالة بصورة كاملة. ونحن اكيد كبشر بنستفيد استفادة يعني غصوى من معلمنا الاول المصطفى صلى الله عليه وسلم. صحيح صحيح. نعم اكيد. نعم انا عايز اضيف لي كلام مستفيد. تفضل تضيف لي كلام وتواصل طوالي فيما تبقى من معجزات. نعم عايز على الضوء بصورة سريعة. نعم خير. عايز اقول انه الشباب بيفهموا دائما السيره زي ما تكلمت عن الشباب شويه. نعم. بيفهموا السيره دي موضوع بتاع شيوخ وزي ديل عندهم دقون ومحاضرين وخطب جمعه. المفروض يكون هنا في ربط كبير جدا بالواقع يعني. حقيقه يعني لهم دور يعني. الشباب ذاته لهم دور في الهجره النبويه دار ينبهون على الحته دي. احنا ذكرنا علي بن ابي طالب وذكرنا اسماء رضي الله تعالى عنها وغيرهم من الناس الشباب اللي كانوا وقفوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني دي مساله انه الناس يعتبروها انه كلهم لهم دور في هجره الرسول صلى الله عليه وسلم في المعاني الساميه فيها. بالنسبه للمعجزات اللي حصلت لرسول الله عليه الصلاه والسلام الشيخ من غير مقاطعه بنجد نلقى انه كل يعني النماذج والامثله الموجوده في 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 في, في الرحله بتاعت الهجره هم عباره عن شباب متوسط اعمارهم بتكون ما بين 35 الى 40 25 يعني ده عنفوان الشباب. وخلينا أضيف إن أقول برضو يعني ذات النطاقين كانت حامل في أثناء الفترة بتاعت الـ بتودي الـ 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 الأخبار والأكل والشراب وكذا، لأنه حتى ولدت سيدنا عبد الله بن الزبير في قباء هو أول مولود من المهاجرين بعد ما دخلوا المدينة. عايشة نفسها كانت صغيرة يعني. أيوة. يا داب هو عقد عليها قبل الهجرة بعمرها كان 6 سنوات ودخل عليها بعد ذاك بعد الهجرة عمرها كان 9 سنوات. بنلقى يعني انا بقول للشباب ما تطلعوا برا الموضوع. يعني الهجره بتهمكم من الناس ممكن الناس ما لهم انه يستفيدوا منها. وحقيقه انه الرسول عليه الصلاه والسلام كان مع الشباب وبيروح شبابيه، كان مع الكبار بيروحوا الكبار. يجوا شخص كبير يتكلم معه بنفس كلام الكبار. بيجوا الشباب يتكلم معهم ولذلك حتى الاطفال كان بيتكلم معهم بكلام الاطفال يعني وتجي الجاري زي ما هو معلومه. فنحن بنقول انه الهجره في نفسها حركت كل المجتمع.
يعني ما في واحد من المجتمع في زمنه وقف متفرغ. يعني حتى الشباب العزين يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم ما هو شباب يعني، ما اختاروهم ناس عجائز، اختاروهم شنو؟ مجموعة من الشباب. حتى ضد النبي عليه الصلاة والسلام اختاروا شباب. فنحن بنقول انه هذه المسائل دروس وعبر، نقول للشباب انتبهوا لدوركم وين انتم. حتى فيما بعد هجرة الرسول عليه الصلاة والسلام، نعم نحن نمشي الغار حراء في الغار، غار ثور في نفسه وموقعه، يعني حتى النبي عليه الصلاة والسلام دخل من حني ودخل تحت، حتى في رواية صحت بكر الصديق دخل هو قبل النبي عليه الصلاة والسلام ومسح له الغار، يعني لقى فيه شقوق، الغار قديم يعني، وقطع إزاره، ما في زمن ذاك لا في ورق لا في جرايد، ما في حاجة زي يعني الزمن ذاك، عشان يغطي وما عندهم موية وطين عشان يقدر يبنى لهم، فقطع إزاره حتى يجوز عليه وشق الباقي حتى في شق، فضلوا اثنين يعملوا شنو فيها، خدت رجله اليمين في واحد من الشق ورجله الشمال في الشق، وقال للنبي عليه الصلاة والسلام ادخل، فدخل النبي عليه الصلاة والسلام طبعا مرهق عليه الصلاة والسلام، فنام على فخذ أبو بكر الصديق، والغار ضيق، فخرجت حية دبيب والعقرب، طبعا الاثنين خطرات، دبيب حق الجبال والعقرب حق الجبل معروفة يعني، عقرب يعني صعبة شديد، لدغت أبو بكر الصديق ما شبي جحرها تطلع ما لقت، لدغته في رجله، في النهاية طبعا ما يقدر يتحرك، يعني هسه زول لدغته عقرب يعمل شنو؟ أكيد إنه حينطفي طيقور، لكن توري شجاعة أبو بكر وخوفه على النبي عليه الصلاة والسلام وحب الرسول الله صلى الله عليه وسلم. اللحظة ديك بكى أبو بكر الصديق ونزل الدمعة على خد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ما لك يا أبو بكر؟ قال لدغته لدغت في ذاك أبي وأمي، فتفلهوا فيها فشفاه الله عز وجل. قالوا دي بقت السبب بعدين في وفاة أبو بكر الصديق، كما إنه السم اللي أكله النبي عليه الصلاة والسلام تشابه أكله في خيبر بقى سبب في موته. قبل ما يصل الغار أبو بكر ذاته كان مرة يمشي يمينه مرة يمشي شماله مرة يمشي كده قدامه وراه، قال ما لك يا أبو بكر؟ قال أذكر الطلب فأمشي خلفك، نعم، وأذكر الرزق فأمشي أمامك. قال إن كان شيء مت دوني لو حصل لك في حاجات يتمت بدلي أنا؟ قال نعم في ذاك أبي أمي. يعني شوف كلمة قالها، قال إن قتلت أنا فإنما أنا رجل، لو قتلوني أنا ما خلاص أبو بكر الصديق ومات، بس يعني ما في شيء، ما هم ما عارف إنه بكر ذاته رضي الله عنه وده من تواضعه أمة رضي الله عنه وأرضاه، وإن قتلت أنت هلكت الأمة. لحد ما وصلوا الغار، و الغار نزلوا تحت، طبعا بيجينا في السيرة في بعض الروايات انه الغار كفاتح وجت حمام وبيضت وعنكبوت بنت عليه هو المين ده، الحقيقة انه في السيرة الاشياء دي ما صحيحة، لانه قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبو بكر حينما قال لو نظر احدهم تحت قدميه يا رسول الله لرآنا، تحت قدميه معناته تحت، قال لرآنا، قال كيف بك برجلين الله ثالثهما، اللي ذكر ربنا سبحانه وتعالى بعدين. الناس وقفوا في الباب، الناس كلهم جايين، لا في أثر طبعا، البهائم بتجي بتغطي الأثر والهواء والغار، ما حد ما عدى ثلاثة ليالي تخيل فيها النبي صلى الله عليه وسلم في الغار، يعني الناس راقدين في بيوتهم مرتاحين، وين النبي عليه الصلاة والسلام في الغار؟ فخرج بعد ذاك وماشي على المدينة المنورة. من طبعا المعجزات كثيرة، لكن من أعظم المعجزات لقتهم قضية أم بعمد، ودلجة فيها أتكلم عنها، الجن أتكلم عنها، مشوا لأم معبد وأبو معبد، والعرب دائما والمسلمين عندهم الكنة صحيح، أي نعم، فمشت مشى هناك ولقوا بهيمة طبعا ما فيها لبن أصلا، ما فيها لبن، وشوف معنا النبي عليه الصلاة والسلام في سفر وعندهم حق الضيافة، وحق الضيافة ده لو ما ضيفوك، لا ما هنا يعني عندكم هنا، لو جيتك في ضيفناكم يا حبيبي، انت ضيفتونا، لكن بتكلم جيتك في بيتك نعم، وقعدت معك ثلاثة يوم ما ضيفتني، كنت افتح فيك بلاغ، افتح فيك بلاغ عديل، وبعدك شنو انت، واذا اشتريت فرشه واشتريت معجون واذا اكلت لي حاجه امشي للقاضي اقول له اشتريت فرشه بكذا وبعجون كذا، تبع انت هتلحق تقعد ثلاثة ايام من غير ضيافه، حسام موضوع صعب، موضوع صعب شديد، ايوه ده حق الضيافه، مع انه عنده حق الضيافه لكن ما مشى ليهم، ما طلب منهم حاجه ثانيه، البهيمة راقدة ما فيها شيء،
مسكها صلى الله عليه وسلم من ضرعها وسمى الله عز وجل فحلبت حلبت البهيم وشرب هو وده يدل على يعني الإعجاز لرسول الله عليه الصلاة والسلام. اللبن والبهيمة ما فيها لبن من الضرع ما فيه لبن يحلب النبي صلى الله عليه وسلم والموية تمشي من أصابعه عليه الصلاة والسلام والناس يشربوا الحجر يسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فده من ضمن الأشياء المرت برسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا معجزات معروفة هي ظاهرة لحد ما وصل النبي عليه الصلاة والسلام غبا. لكن حتى في مشودة يعني مشى طلع يوم واحد من ربيع الأول ودخل المدينة أو قباء يوم 8 من ربيع الأول. يعني المشوار ده شوفوا يعني الناس هسه نركب بص مش كده وبص مكندش الناس يعني يمشي هناك وبرضه يكون في ملل كده في ملل وش يزهجوا بقيت مكندشة طبعا الحسد ما مرة مشينا عمرة والكندشة شوية وقفت لأن نصل الكفتير الجاية الجماعة قاموا على السواق دايما يدقوا ده بص شنو دي شركة شنو احنا ماشيين وبقروشنا دافعين قروشنا يعني كده. وشوف يعني من المعجزات صبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وصبر أبو بكر الصديق وصبر عبد الله بن ريقط ومشي بعدكم المعبد وصفت عجب النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام جميل خلقا وخلقا صحيح الناس طبعا بيتخيلوا انه اجمل الناس نبي الله يوسف عليه السلام لكن رسولنا صلى الله عليه وسلم أجمل من نبي الله يوسف لكن دائما بيتواضع عليه الصلاة والسلام. إن الزول نعير له كده يعجبه يعني كده يعجبه يعني غامته كلها ما فيها أي إشكالية. والحاجة ده هو مربوع مواصفته مربوع ورد عن حاجبه كلامه يعني ما أقدر أقول لفظه لأنه المجال بيجرنا شوية. لكن احترمته وغدرته قال لي أنا الحاجبه ولم يجاه يعني أبو معبد قال لي أنا الحاجبه طوالي الزور كيسأله شنو كيسأله مكة لكن فات قبيل النبي صلى الله عليه وسلم لحد ما دخل قبة وبنى فيها مسجد. الآن المسجد لو صليت في أي صلاة فيها يعني عمرة تعدل العمرة نعم تعدل العمرة أي صلاة إنه تعدل العمرة بعد ذاك صلى بوشة شوية وصلى الجمعة في حتة تانية حتى مشى للمدينة المنورة ويا دوب الصحابة مالهم يستقبلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحياته مليئة بالمخاطر لكن مليئة بالصبر. وده معناته يا جماعة إحنا كل ما يحصل لنا ضيق نعمل شنو نصبر الزول ما يتجزع ويعرف إن مع فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. ضاقت عليه مكة بما رحبت ففتح الله سبحانه وتعالى عليه المدينة. المدينة كانت اسمها يثرب معروفة بنخيلة معروفة بجبالة معروفة بناس الطيبين ناس الحلوين هون دل بالنسبة لهم غربة وأهله بالنسبة لهم أعداء شوف قريبين بالنسبة لهم. وده معناته أنت أخوك في الإسلام يعني المسألة ما تعين لقوة الرحم تقدم على قوة الإسلام. قوة الإسلام مقدمة لو لقت رحمية وزي ما قلنا مشى لخواله مش كده أيوة من بين النجار وخواله حنينين دايما الخال حنين دايما خال والد هل الأم حنينين أكثر من هالشيل أكثر من هالأبو طيب هو العصبة. خلينا نعم. نقول بالحنية دي وبمشهد بنو النجار اللي قالوا يعني في استقبال سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في عمر 6 سنة نحن الجواري من بني النجار يا مرحبا محمد من جار. نجي لمشهد طلع البدر علينا من ثنيات الوداع نتحدث عن مشهد الاستقبال والفرح لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإحنا خلاص واصلين كده على المدينة المنورة وإشراقات داخلين عليها داخلين على إن شاء الله يا رب ندخل على جمعة لكل من يشاهد بلين من ثنيات الوداع إن شاء الله جميع المشاهدين اللهم إن شاء الله القلية جلسة دي هناك في المدينة اللهم آمين يا رب آمين إن شاء الله ويقبض أرواحنا هناك حقيقة يعني المدينة حتى كان فيها حمى معروفة بحماها فمن طيبتها الله سبحانه دعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه إنه يجعل حماها في الجحفة. الجحفة ده محل ميقات هناك وهم صحيح داخل النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة اختلفت الرواية في إنه هل قابلوه هنا بطلع البدر علينا أم قابلوه بغيرها لأنه في بعض الناس قالوا طلع البدر علينا لاقوا بها من خيبر لأنه ما كانوا هم عارفين إنه جاي لأنه كانت أيام منتظرين الرسول عليه الصلاة والسلام يطلعوا في طبعا الزمن ذاك لا في واصاب ولا في
لا في ايمو ولا زمن ذاك ولا ما في تلفونات عشان يكلموا الناس ولا في تلفزيون. زمن ذاك الشروق ما في عشان الشروق والله قادم النبي عليه الصلاه والسلام الى المدينه الان وصل الحته الفلانيه ما في زمن لكن ده. خلينا نقول سيدنا النبي رسل مصعب بن عمير مع سعد بن زراره علشان الناس تكون في انتظار وفي الاستقبال. هو منتظرين يعني. اصلا هو طبعا رسلهم لكن ما حدد انه حيجي اليوم كم يوم كم ما حدد يعني. وبعدك لما يجوا بعضهم قال هو صح استقبلوه بها ومنهم من قال انهم في يهودي طالع في الشجره فوق نخله ويعاين من بعيد والصحابه الباقيين يعني سخنت بهم البلاطه شويه ومشوا على بيوتهم وده يدل على شوق لاستقبال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع انه جايين معهم صحابه هيقاسمهم في الاراضي هيقاسمهم في الزراعه هيقاسمهم في النخيل هيقاسمهم في كل شيء. عشان كده اخر بين ديل واحد يقول له عندي مرتين تعال اذا كان درت واحده اطلقها لك بعد ما تنتهي عدتها تزوجها. يعني الصحابه مع انهم عارفين الناس الجايين من ديل قدر شنو هسه لو في منطقه ناس جايينها قاعدوا فيها ما بنديهم مشكله اول ما يشيل سكاكيننا وسلاحنا وتطلع من ارضنا. اي ما عندنا ارض ما بنعرف وتطلع طوال لكن استقبلوهم باراضيهم استقبلوهم بقلوبهم. وهو دخل النبي عليه الصلاه والسلام حتى الجماعه بسلموا على ابو بكر قالوا انه هو اصغر. طبعا ابو بكر اصغر من الرسول عليه الصلاه والسلام بسنتين تقريبا ونص اصغر منه بسنتين ونص يعني يمكن يكون نديده. وقال زمان صاحبه حتى قبل ما تجي الرساله كان صاحبه شديد. الناس بيسلم على ابو بكر قالوا انه رسول الله صلى الله عليه وسلم لحد ما سخنت الوطا سخنت الجو سخن يعني عشان احنا بنتكلم مع عالم مش كده خارج السودان يقول سخنت الوطا شنو فجاء السخانه يعني قريب منتصف النهار ابو بكر شال الرداء بتاعه وغطى به ووقف للنبي عليه الصلاه والسلام غطى به والنبي عليه الصلاه والسلام يا دوب عرفوا ده ابو بكر ده ابنه ده رسول الله. ثاني قام سلم عليه جديد سلم على النبي عليه الصلاه والسلام جديد وهو داخل صحيح راكب الناقه. هسه الان في المسجد النبوي من الجهه الغربيه في سوق اسمه سوق المبرك وفي منطقه يعني في مسجد اسمه مسجد الغمامه. طبعا الاثار الاغلبها في المدينه بعضها باسماء نفسها يعني بير عثمان بير روما الى الان موجوده. بعض الاماكن غيروها بمعالم ثانيه يعني لو مشيت غبه بتلقى في نافوره. النافوره دي كان في خاتم للنبي عليه الصلاه والسلام وقع في البير. الجماعه دي عملوا هو شنو؟ عملوا فيه نافوره. كانه المكان اللي ولد فيه النبي عليه الصلاه والسلام في مكه عملوه مكتبه مكه نعم. الحته اللي كان فيها ابو جهل بيت ابو جهل عملوا لنا حمامات. ما يستاهل الا يكون محل حمامات. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينه وركب الناقه. الناقه مشت ومتحركه وطبعا زي القرعه. موضوع الناقه ده موضوع قرعه مش كده؟ اي زول يجي يسوقها اي زول داير الرسول معه نعم يمشي لاي واحد يمكن يكون في نفس الناس الثانيين ماله شيء كان ممكن تحدث فتنه كبيره جدا يعني. نعم نعم هو ما يعني عند الصحابه ممكن ما تكون تحدث لكن لان دي الصحابه اصلا لكن بتلقاهم بشنو غادي يكون واحد هو داير ده بيكون عنده ما الشوق والمحبه اللي النبي به محرك الاحساس هو اللي بيستقبله ودار هو اللي بيضيفه داير هو اللي بيكرمه يكرم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبقت النقل دعوها فانها ماموره مشت وبركت في المبرك الاول حكمه كبيره جدا. ايوه نعم وقامت بمحلها والجماعه كلهم معهم اللي تحركت. تخيل هذا المشهد تخيل هذا المشهد حتى الناقه قالت لهم انا ما بنزل الا في محل يامرني به ربي سبحانه وتعالى عشان ما في زول يزعل. ما بركت الناقه الا في مكان قالوا هو لايتام البني في المسجد ده لايتام وتبرعوا بارضهم ايتام تبرعوا بارضهم. شوف الهجره ودور الايتام فيها يعني قلت لك الهجره دي المجتمع كله ماله شارك فيها يعني حتى الايتام تبرعوا هم ما عندهم ووالدهم متوفي تبرع بالارض دي للنبي عليه الصلاه والسلام من انه فيها المسجد. لا قال لي اشتريها ما هو يعني داري يكرم اليتيم. فبعدك عمل بنى المسجد واخذ المهاجرين والانصار وعمل السوق. هي بركه البركه الاولى مشت بركه البركه الثانيه. بعدك الصحابه شالوا عفش النبي صلى الله عليه وسلم اللي عنده وتخيل انه ما في شيء مثل الحجر راكب عليها ما شايل زواده
ما شايل ما عنده ملابس. وليه؟ لأنه هو خرج من بلده. نعم هو يطلعوا من مكة من بلده المولود فيها صلى الله عليه وسلم ومن أفضل البقاع. زول يطلعوا منها اللي يقولوا امرق مننا نحن ما عايزيننا. لكن الله سبحانه وتعالى جابه تاني بعد 10 سنوات تقريبا جاء النبي صلى الله عليه وسلم وفتح مكة. فبنلقى أنه المدينة كلها داخلة في الموضوع ده. هم استقبلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك فتشوا طريقة البيت ومشى لدار أبي أيوب الأنصاري عنده طابقين. وده يدل على الصحابة كان عندهم الطوابق يعني. جميل. طيب في واحدة من المشاهد التي نختتم بها هذا الحوار لابد أن نتحدث عن تشريعات ودستور للمدينة المنورة كتب بعد ذلك ووافق عليه كل الموجودين بالمدينة المنورة. تحدث عن الأنصار المهاجرين، عن الوثنيين، نتحدث عن اليهود، نتحدث عن كل القبائل الموجودة التي سكنت المدينة المنورة. 52 مادة كتبت كتبها سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وكانت هي دستور. لا تقدر تقول كلها 52، ما احنا دايرين ناخذ بس ابرز المعنى العام ليها. المعنى العام ليها. اي نعم هو حقيقة يعني الدستور بينقسم لقسمين. لو الدستور بينقسم لقسمين، قسم سياسي وقسم تشريعي. اثنين، القسم السياسي هو فيه المواد دي انه جميع الناس يحموا المدينه ويدافعوا عن المدينه وما يتعدوا على بعض، يعني حاجات عامه انهم يتوافق عليها. واليهود اصلا وصلوا المدينه منذ زمن بعيد، جو من اليمن وجو من غيره من زمن بعيد، متوقعين بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، متوقعين هجرته هنا. عشان كان بتكون في مناوشات بين اليهود والمشركين، فمناوشات وحروب، فينتصر المشركين على اليهود. فاليهود بيقوم يقول لهم حيجي رسول ونحن حنؤمن به وحيجي هنا وحندافع وربنا حينصرنا بسبب هذا الرسول. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. فلما جو كلهم متوقعين الا المجرم عبد الله ابن أبي بن سلول، وده زعيم المنافقين، هو الفور المدينة وهو بيشيع دائما الفتنة. فهنا حصل دستور في معاهدات، لكن بعد ذلك اليهود بنلقاهم إنهم هم هذه المعاهدات ما اتفقوا عليها أو بعد ذلك أنكروها. بنو غريزة وبنو النضير وبنو قينقاع بيجوا سبب في إجلاءهم، بيجوا سبب في حروبهم، طلعوا بعد ذلك من المدينة. بيجينا الجانب الثاني هو الجانب التشريعي. يعني طوالي بعد ما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة بعدها بقت عبادة، زمان ممنوعين، فأصله إن جبي صلاة. ففرض الله عليه الصيام في السنة الثانية من الهجرة، وفرض الله عليه الزكاة، وفرض الله عليه بعد ذاك الجهاد في سبيل الله، وزي الذين يقاتلون بأنهم ظلموا. وده عشان يفهم الناس ديننا ما جاب السيف، ديننا ما جاب السيف، لكن السيف واللسان مع بعض. عشان لأنه في ناس كثيرين هسا الآن بيشاهدونا ويمكن يقول والله احنا ما بنعرف دعوه، ما بنعرف سيف، بس نشيل السيف. هو سيدنا النبي ده اذا كان القصه سيف وحارب من الاول، ما كان في الايات لو كنت فظا قليظ القلب لانفض من حولك، وما كان هو في صبر ذاته رحيم يعني. ما كان لو زول جاي قال له كلمه كان ممكن يضربه بالجنب او يرد له اي حاجه، لكن هو كان رحيم وكان بالكلمه. نعم والهدوء يعني في نفسه شجاع يعني، كان ممكن يقاتل ما اصلا ما يقتله. لكن النبي عليه الصلاه والسلام ما لجا للجهاد الا شوف بعد ما هاجر مشى المدينه والمشركين ما خلوه. يعني نقول بعد 15 سنه من نعم بعد غزو فتح غزو البدر الكبرى وغزوه بعد ذاك غزوه احد من الغزوات. يعني لو لاحظنا كلهم جو. لكن النبي عليه الصلاه والسلام بيقول للمشاهدين الان بيشاهدوكم في اماكن بعيده متشددين. هاي انا اللي دقيت بقول الزول ده مسلم لكن شايل سيفه، يا تبقى كده يا ما تطلع راسك بالسيف كده بس. ليه الناس متنطعين بيعتبروا انه لا يمكن للاسلام انه ينتشر الا عن طريق القوه وعن طريق السب وعن طريق التقتيل وعن طريق الحروب وعن طريق الارهاب. وتجي بعد شيء الحقوق الانسانيه تنادي الى غير ذلك باعتبار مبادئ هي في الاصل في الاسلام. يعني الدين الاسلامي هو دين حقوق الانسان الاصلي يعني. ايوه نعم حافظ كرم الله فيه الانسان اللي حقوقه. نعم ما نقض، مع انه ده اليهود ما نقض معاهده من المعاهدات اصلا. كل المعاهدات مع المشركين كان او مع اليهود كان او مع غيرهم اصلا ما جاء نقد منه ولا طعن فيها صلى الله عليه وسلم. ف
فبعد حتى لو جينا أول صورة نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة معروفة سورة البقرة. نعم. وسورة البقرة فيها الأسرة، فيها الخطوبة، وفيها العقد، وفيها الحقوق الزوجية، وفيها الدين والميراث. الدين والميراث، أنت مرجع من طلاق مالك، وفيها مش عارف الأسرة. وفي آية الكرسي. طيب. لا فيها الطلاق نحن جايبين الأسرة. خلينا في النقطة دي مهمة. هاي بعدين فيها أي موضوع صحيح زي ما أنت قلت بعدك فيها الميراث وفيها العدة وفيها الجهات وفيها كثير من الحقوق المعروفة بين الناس. وآيات المغفرة والرحمة في نهايتها والدعوة لله سبحانه وتعالى. إحنا يمكن يعني وصلنا معك لخواتيم الحديث والحوار حول إضاءات وقراءات مختلفة للسيرة النبوية. سعيدنا جدا أنك كنت حاضر معنا في جزء كبير من حلقة اليوم عبر الحديث للعام الهجري وبداية عام هجري جديد عليك، والتحية دائما لك. الله يكرمك إن شاء الله. الله يكرمك إن شاء الله، وإن شاء الله ربنا يوفق القائمين على أمر القناة لما يحب الله عز وجل ويرضى، ويحفظكم إن شاء الله، ويعينكم ويكون في رعايتكم إن شاء الله. آمين. ويسعد الجميع إن شاء الله. آمين. وربنا سبحانه وتعالى يبارك فيكم كلكم إن شاء الله، ونسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد. الله يكرمكم. نحن في يعني في الدقيقتين الثلاثة الباقية دي محتاجين دعاء، يعني كما طلب الزملاء بالكنترول، فدعوات الصالحات لله سبحانه وتعالى. دار زوج منه. شتروا بين الزواج. وحقيقة يعني نعم. أنا بس الله عز وجل إنه وده بديتنا، نسأل الله عز وجل لكم كلكم التوفيق القائمين على أمر الغنى والمشاهدين لها في كل مكان. وكل الأمة الإسلامية. نعم نعم الأمة الإسلامية. ما نحن نبدأ بال من تحت نبدأ بالجنبنا. نبي الجنبنا والحاجة. هاي ناس البيت. صفوا شكل دعاء دعوات شديدة. نسأل الله عز وجل لكم التوفيق والسداد. ونسأل الله عز وجل إنه يوفق الأمة الإسلامية لما فيه الخير والسداد، ويجمع ويألف بين قلوبها، ويجعل بلادنا دي نسأل الله عز وجل يجعلها آمنة مطمئنة وسخاء الرخاء وسائر بلاد المسلمين. وأسأل الله عز وجل لأي عزابي إنه في الأيام دي يزوج إن شاء الله. أتمنى من الله عز وجل إنه أي واحد ما متزوج رجال ونساء يعني الله سبحانه وتعالى يزوي له، والمزوج إنه ربنا سبحانه وتعالى يبارك له. خايف انت رجل. يبارك له. يبارك له ويديه البركه الثانيه ويدي الذريه ان شاء الله الصالحه، وان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يستجيب دعاكم ان شاء الله. دعاكم ان شاء الله ربنا عز وجل يستجيبه، وبارك الله فيكم. شكرا. بارك الله فيك الشيخ سعادة الصديق محمد توم. شكرا جميلا لك. صفوت نحن حنتواصل معك بكل تاكيد مع مدح المصطفى المعظم ومع كل مشاهدينا الكرام ان شاء الله. فاصل ونعود لنتواصل في مدح المصطفى المعظم عليه افضل الصلوات والتسليم. أهلا بكم مشاهدينا، ومرحبا بكل انضم للمتابعة من جديد. مرحبا صفوت الجيلي مرة تانية، ونرجع بواحدة من أمدح سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. بداية الأصل نور من نور كلمات الراحل المقيم الشيخ خالد، بنترحم على روحه وبنهديها لكل الأمة الإسلامية بمناسبة العام الهجري الجديد. نتمنى لهم إن شاء الله دائما الرخاء والطمأنينة إن شاء الله. تفضل. تفضل. الأصل نور من نور النخبة نوحها، نقل فيه أصلا ويداده والأرحام. الأصل نور من نور من نخبة نوحها، نقل فيه أصلا ويداده والأرحام.
الله يا علام ذو العرش والكرسي واللوح والأغلام، عبدك غريق في بحور النوم والأحلام، نور من ظلام حسن الختام، ويكون الموت على الإسلام، نجي في أصلا ميداد والأرحام. سنيت يا نام بالمصطفى المعصوم، القلب هامنا الأسرى بجسده ورؤيا في المنام، كان يرعى بالأغنام يشري ويبيع مجد الهد دم الأصنام، نقل في أصلا ويداده والأرحام. يوم وضعوا عم الخير جات البشائر يوم لأم غير تخير، الرسل والأملاك زاروه قالوا خير الأفضل على خير، الأفضل على خير، الأفضل هو من من نكيل في أصلا ويداد والأرحام، نور من نور نخبة نوح وعام، نكيل في أصلا ويداد والأرحام. أحمد شريف الزاد ناجي العلي الرحمن، بعينه شاف الزاد مسرور بالأملاك وبصحبه الغزاة، التارك اللزاد ومن من خصوم الأرض والهزاد، نكيل في أصلا ميداد والأرحام الأصل. عادي الأمين ما جار كان يكرم الأيتام، يرعى الأدير والجار يبي من نادمين، ومن استجار واجار لدعوته الأشجار، لدعوته الأشجار، لدعوته تسعال في كفو قد سبحت أحجار، نكل في أصلا ميداد والأرحام الأصل، نور من نور من نخبة نوح وحام، لكن في أصلا ميداد والأرحام.
مدد الحصى والجيب صلوات عليه المعصوم المصطفى المجيب عدد الخلائق ترد الوالك والمدير المرعي المستجير المرعي المستجير المرعي المستجير بنبي رفع الناس في يوم حر الهجير نقل في أصلاب أجداد والأرحام الأصل نور من نور من نخبة نوحة نقل في أصلاب أجداد والأرحام الأصل نور من نور من نخبة نوحة نقل في أصلاب أجداد والأرحام الأصل نور من نور من نخبة نوح حام نقل في أصل بيداد والأرحام صلى الله وسلم على المصطفى النبي الأمي الأمين عليه أفضل الصلاة وتم التسليم. اللهم لك الحمد على عظمتك وجمالك وكمال صلاتك على حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. وبالحديث عن صفات المصطفى صلى الله عليه وسلم التي ذكرها شيخنا البرعي من خلال هذه المدحة أيضا نتحدث عن وصف أم معبد لسيد النبي صلى الله عليه وسلم عندما أتى مارا بها في طريق الهجرة قالت رأيت رجلا ظهير الوضاء أبلج ومليح الوجه حسن الخلق بسام لم تعبه نحلة ولا ثجلة ولا علة لم تزر به صلعة ولا سقلة كأن عنقه إبروق فضة أبيض وسيم جسيم قسيم في عينه دعج في أجفاره وطف وغطف وعطف في صوته صحل وصهل أحور أكحل أزج أقرن شديد سواد الشعر في قنعه في عنقه سطع وفي لحيته كثافة إن صمت علاه الوقار وإن تكلم سمع وعلاه البهاء أجمل وأجهر الناس وأبهاهم من بعيد وأحسنهم وأجملهم من قريب حلو المنطق فصل لا نزر ولا هذر كأن منطقه خرزات نظم يتحدرن ربعة لا تنشأ من طول ولا تقتحمه عين من قصر غصن بين غصنين فهو أنظر الثلاثة منظرا وأحسنهم قدرا له رفقاء يحفون به إن قال سمعوا لقوله وإن أمر تبادروا إلى أمره وإذا نهى انتهوا عند نهيه محفود محشود لا عابس ولا منفد ولا معتد صلى الله وسلم على النبي الأمي الأمين محمد بن عبد الله ويا قوم صلوا على النبي محمد فقبولها حتما دون تردد أعمالنا بين القبول ورفضها إلى الصلاة على الحبيب محمد ونحن بصلاة التسليم تواصل معك صفوت وفي مدح المصطفى المعظم وبه نشنف آذان كل من يتابعنا نصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة والسلام عليه وصلى وسلم عليك يا نبينا سلام. رب العالم وليك رب يا نبينا رب العالم وليك يا نبينا يا سلام صلى وسلم عليك يا نبينا رب العالم وليك يا نبينا صلى وسلم عليك يا نبينا رب العالم وليك يا نبينا
العجاب يا نبينا صاحب الأمر العجاب يا انت النبي المجاب يا نبينا صاحب الأمر العجاب يا لك المولى استجاب يا نبينا كاشف لك الحجاب يا نبينا صلى وسلم عليك يا نبينا رب العالم وليك يا نبينا انت الماحي الضلال يا نبينا لبسك هيبة ودلال انت الماحي الضلال يا نبينا لبسك هيبة ودلال يا بركان من حلال سيد حمزة وبلال يا نبينا صلى وسلم عليك يا نبينا رب العالم وليك يا نبينا انت النبي المجاب يا نبينا صاحب الامر العجاب انت النبي المجاب يا نبينا صاحب الامر العجاب لك المولى استجاب يا نبينا كاشف لك الحجاب يا نبينا صلى وسلم عليك يا نبينا رب العالم وليك يا نبينا عادل كان ما ظلم يا نبينا حال القول والنغم عادل كان ما ظلم يا نبينا حال القول والنغم مسكت زال السغم كم فرج هم وغم يا نبينا صلى وسلم عليك يا نبينا رب العالم وليك يا نبينا البسامة ضحوك يا نبينا في الألحان يمدحوك يا البسامة ضحوك يا نبينا في الألحان يمدحوك يا البسامة ضحوك في الحين يمدحوك يا نبينا صلى وسلم عليك يا نبينا رب العالم وليك يا نبينا صي الله الوصول يا نبينا للمختار الرسول يا صلى الحي الوصول يا نبينا للمختار الوصول ورعي الراي والوصول لا يزرف لا يسور يا نبينا صلى وسلم عليك يا نبينا رب العالم وليك يا نبينا صلى وسلم عليك يا نبينا
رب العالم وليك يا نبينا، صلى الله وسلم عليك يا نبينا، رب العالم وليك يا، صلى الله وسلم عليك يا نبينا، رب العالم وليك، صلى الله وسلم عليك يا نبينا، رب العالم وليك يا يا نبينا، صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. 1440 هجرية، عام جديد ربما تكون فيه كثير جدا من الأمال والتطلعات للأمة الإسلامية بصورة عامة ولكل الشعب السوداني وكل السودانيين وكل من يتابعنا الآن في الموعد عبر هذه الإطلالة، ونحن نتنسم عبق الحديث عن الهجرة النبوية الشريفة بكل محطاتها وبكل معجزاتها وكل ما حدث فيها من عبر وعظات، وكل ما تبعناه من صبر على الجلد، ومن كثير جدا من الأشخاص والشخصيات اللي وقفت وساندت المصطفى المعظم عليه أفضل الصلاة والتسليم عبر المراحل المختلفة من هذه الرحلة. كثير جدا من الأسماء وكثير جدا من الشخصيات يا ماريا، وكثير جدا من المحطات اللي محتاجين أن نجيب فيها لحظات ولحظات ونأخذ منها كثير جدا من الدروس والعبر. خلينا نقول على خواتيم الدروس والعبر موقف لسيدنا عمر بن الخطاب اللي طلع مهاجر للمدينة المنورة وكان بقمة الشجاعة وطلع قدام كل قريش وقال من يعني من أراد أن تذكرها أمه، والقصة مشهورة في الحديث والخروج بقوة. صهيب الرومي الصحابي اللي مشى هو كان أشجع الفرسان وأكثر زول بيرمي النبال بالقوس والأسهم، فكان الناس اللي بيجوا بعديه من كفار قريش بيجوا لحقينه، فهو قال لهم أنا عندي مال في الحتة الفلانية، إذا أنتوا عايزين نمشي شيلوه، لكن اللي بيلحقني أنتوا عارفين أنا أكثر زول ماهر في الرمي بالقوس، صحيح، فالبيجي حياخد طوال القوس السهم بشخص. قدموا تضحيات كبيرة جدا بأموالهم وفادوا المصطفى المعظم بكثير جدا. صفوة، نحن يعني حنختم طبعا بمدحة أخيرة، لكن نتح لك المجال لإهداء وكلمة أخيرة وتحية أيضا لرفق في هذه الأوركل الكيبورد. نعم، يمكن التحايا موصل لكل الأهل والأحباب في كل مكان بمناسبة العام الهجري الجديد. نتمنى أنه يكون عام سعيد عليهم إن شاء الله، وربنا يحقق لهم كل أمنياتهم. سعدنا أنه الليلة نكون في معيتكم رفقة العازف الجميل الأخ وائل الحمدان، ويمكن نحن يعني الليلة يعني حبينا نشارك بقوة انه يعني الشباب موجودين متواجدين، وتاكيد ل يعني دور الشباب في انهم هم ايضا يساهموا في الاحتفاء والاحتفال بالعام الهجري الجديد، صحيح، بالتذكر والقيم القيم الموجوده داخل نعم الهجره. نحن بنقول لك يعني يا صفوت شكرا جزيلا، اكيد نعم. لكل مشاهدي الاكارم دمتم بالف خير وصحه وسلامه، وان شاء الله بدايه عام جديد عليكم، اكيد بدايه سنه سعيده عليك يا حسام وكل المتابعين، وحنختم بواحده من الامداح من صفوت ان شاء الله. شكرا لك برضو ماريا، شكرا لكل مشاهدينا الاعزاء، قبلوا تحيه فريق عمل هذا اليوم، ومع صفوت نختتم. الى اللقاء، تفضل. الاف الصلاه، يا سلام، قدر جميل، تفضل. الصلاة لبغدر جليل تاج الأصفياء، الفاغ الخليل آلاف الصلاة لبغدر جليل تاج العصفياء، الفاغ الخليل
سامع نداك سحليا محيل أجل بصيرتي قلبي ليك حيل أمنحنا الرضا من قبل الرحيل ألعب مدوها شد في طاعة حيل الصلاة أجل بصيرتي قلبي لك حيل أمنحنا الرضا من قبل الرحيل العظم الوهن شيت في الطاعة حيل العلن أنت يا جليل والنهج القويم حال سلوك سبيل والباسم تغى كلنا الميسين آلاف الصلاة للغدر الجليل ناجل أصليا الفاغ الخليل